هنا في الرياض الطباع بالحين الرياض ما تفهمش ذكر شايبا ذكر شايبا شايبا او شابا خلاص يد هذا يد خلاص كرت اليد هذا ما يجوز التشواب للنساء وليس للرجال الا في حالة الشيء يعني خضاب الكفين والرجلين وخضاب الشعر بالنسبة لغير الشائب هذا من خصوصيات النساء. أما إذا شاب الرجل أو مات في قول عليه السلام إن العيد النصارى لا يسمعون شعورهم فخالفوهم.